مع استمرار الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات الحاكمة في إيران، ما تزال المعارضة لهذه السلطات منقسمة إلى حد كبير، ولا سيما تيارات المعارضة الموجودة خارج البلاد وسط تصاعد الدعوات لتوحيد تلك التيارات خلف هدف واحد هو إجراء تغيير جذري في بنية السلطة القائمة. وفي محاولة للاستجابة لدعوات الشارع المنتفض، ناقش 8 من المعارضين الإيرانيين في الخارج سبل توحيد المعارضة المتشرذمة يوم الجمعة بتزامن مع فعاليات موالية للحكومة في إيران بمناسبة الذكرى السنوية لما تسمى بالثورة الإسلامية. المشاركون في الاجتماع شددوا على ضرورة توحيد الجهود وتنحية الخلافات للوصول إلى دولة مدنية في إيران تحكمها صناديق الاقتراع وتستند إلى إعلان حقوق الإنسان والقضاء على التمييز، وسط دعوات لمشاركة جميع الأطراف في هذه المساعي. في الأثناء أفاد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بأن متظاهرين كانوا يهتفون ضد المرشد الإيراني علي خامنئي ويصفونه بالديكتاتور، إلى جانب هتافات ضد الحكومة تنادي بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية بالتزامن مع إطلاق السلطات الألعاب النارية للاحتفال بذكرى الاحتجاجات التي قادت لتأسيسها. من جهة أخرى، قال محامي الباحثة الفرنسية الإيرانية فاربا عادل خاه التي أطلق سراحها من سجن إيفين بإيران إن الإفراج نهائي، ومع ذلك لم يتضح بعد الفترة التي ينبغي أن تمضيها في إيران قبل العودة إلى فرنسا. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن محامي عادل خاه، فإنه من الناحية القانونية يعتبر ملفها منتهيا ولا توجد مشكلة في مغادرتها البلاد، إلا أن هذه القضية تحتاج للمراجعة وليس من الواضح كم من الوقت سيستغرق الأمر حسب تعبيره. وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت لدى إعلانها عن إطلاق سراح عادل خاه المعتقل منذ 2019 إلى منحها حرياتها بما في ذلك العودة إلى فرنسا إن شاءت.